وجودك خير بضحكة تخلي يومي جميل، بتسند ضهري وقت ما ميل. للأسف داكشي اللي وقع مع أشرف حكيمي والزوجة ديالو التونسية غادي يتكرر مع حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، بعد ما أن الزوجة ديالو من بعد ما تزوجوا في 2012 عندهم وليد، فالزوجة ديالو غادي تقوم بإلغاء المتابعة ديالو من انستغرام وغتمسح جميع الصور اللي كتجمعها هي وياه، بحيث أن ياسين بونو كيبلغ من العمر 31 سنة والزوجة ديالو 30 سنة، فكيف ما كنشوفوا على أنهم مبقاوش كيف ما كانوا، مبقاوش في العلاقة ديالهم الأولى، وشي أخبار كتقول على أنهم غادي ينفاصلوا. فعلاقة ياسين بونو غادي تبدا في عام 2012 مع إيمان بنت سطات، فهاد العلاقة غادي تبدا مني غادي ينتقل ياسين بونو ولا غادي يبدا مع فريق الوداد، قبل ما غادي ينتقل ياسين بونو لفريق أتلتيكو مدريد، فإيمان كذلك رافقته ومشات معاه لأتلتيكو مدريد، فكيبينوا على أن الزوجة ديالو كانت مآمنة به وكانت مرافقاه في الحلم ديالو، ومعمرة شي نهار كانت كتفكر على أنها تخلى عليه. حيت انها كانت كترافقو في جميع الندوات الصحفيه اللي كان كيمشي ليها، رغم انها كانت كتعرض للتنمر من بعض المتابعين لانها كتعتبر قبيحه الوجه بالنسبه لبعض الناس اللي كانوا كيسيئوا النظر اليها، ولكن مع ذلك ما كانتش كتكثرت داكشي، ما كانتش كتسوق وكانت عايشه مع حياه عاديه. الا ان نتوما شنو كيبان لكم، واش ربما يقدر يكون المشكل من ياسين بونو ولا الزوجه ديالو؟ ف هذا الشيء اللي وقع ماشي الشيء اللي وقع غريب شويه، علاش؟ ان من بعد واحد الحب واحد الدوام اللي دام لسنوات غادي نفترقوا بهذه السهوله، ومن بعد ان المغاربه تفاعلوا معهم وقالوا لانهم احسن كوبل داز، فالعين كتعتبر حق. فاش نتوما شنو كيبان لكم، واش هذا الشيء بسبب العين وبسبب التالق اللي حقه ياسين بونو، وشنو كيبان لكم؟ اعطوني في الكومونتيرات الراي ديالكم. ولا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، ديروا لايك وتابونا باش يوصلكم فيديوهات جديده على هذا الشكل. تهلاو الدراري.